مبدئيا انا اسف، اسف ليه؟ عشان الكلمتين اللي جايين كلمتين جد، فياريت لو سمحتم نفكر فيهم شوية قبل ما نعمل سكيب، لان ممكن يجوا على الجرح. لو احنا قررنا نهزر ياريت ما نهزرش على الحاجات اللي بتهز ثقة الانسان في نفسه وفي اللي حواليه، لان حقيقي السخافة دي بتولد جوه الانسان ده كمية من الاذى النفسي انت مش قادر تتخيلها، وخصوصا بقى لو الحاجة دي مش بايده. انا شخصيا الكلمه السلبيه عمرها ما كانت حافز ليا ان انا ابتكر او ان انا اكون احسن، بالعكس الكلمه السلبيه دي بتقطمني وبتوقفني، ومستغرب بجد ان في ناس ممكن يكون كلمه سلبيه بالنسبه لهم خلتهم احسن. ازاي لما حد يقولك ذاكر يا حمار مثلا بتذاكر على سبيل المثال. انا بحب الناس اللي بتوصل لي احساس ان انا اتحب فعلا، ان انا وجودي فارق معاهم، ان انا كويس مش وحش، زي احيانا لما بكون قاعد لوحدي بفتكر ان انا وحش مش حلو. الناس اللي بتوصل لي احساس ان انا كويس دي بتفرحني، مش الكلمات السلبيه اللي بتفرحني. اتعلموا حاجة اسمها جبر الخواطر. جبر الخواطر دي احلى حاجة انت ممكن تعملها في حياتك، لان انت لما ما بتجبرش بخاطر حد انت ممكن تأذيه نفسيا بحاجة انت مش مدرك هو لما يروح البيت يقعد لوحده في قطه بيعمل ايه. في ناس كتير فقدوا ايمانهم بنفسهم وباللي حواليهم وبكل الناس. الناس دي محتاجة ايه؟ محتاجة ان احنا نفكرهم كل شوية ان احنا موجودين جنبهم، ان احنا بنحبهم. هونوا الحياة على بعض عشان هيجي لك وقت ومحتاج حد يهون عليك.